بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معكم الموظف احمد الحسني، اداري دعم في ادارة التراث العمراني، اخدم في المشتريات في هذه الادارة. طبعا من ناحية الدعم اللي حصلت من البلدية الله يجزاهم خير، حصلت برنامج ناطق للشاشة او للكمبيوتر بشكل عام، بالاضافة الى مكبر شاشة في نفس البرنامج هذا. طبعا البرنامج هذا ساعدني في قراءة الايميلات، في الكتابة، في الوورد، في التصفح الانترنت بشكل كامل. وبالاضافة مشكورين قدموا لي جهاز عبارة عن شاشة مكبرة للأوراق للكتب، بحيث ان انا ما يكون عندي اي عائق في امام القراءة. والحمد لله رب العالمين، كذلك كان اكبر فخر لي في هذه السنة، سنة 2017، اتكرمت من خلال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في جائزة دبي للتميز المؤسس.